يعطيكم العافية. من هنا يوسف تبدأ محافظة الكرك القديمة. This is the old city of Karak. Old city, okay. Yes. ومن هنا نبدأ إن شاء الله نصور بكاميرا الجوبرو مدينة الكرك القديمة الجميلة الرائعة بأهلها وناسها. Most welcome in Karak. Yeah, thank you. And handle the camera GoPro from outside. Okay. Now we will show you the Karak city. Say something about the city. This is the oldest city of Karak. The castle of Karak also located here, you know. And this is the oldest mosque in Karak. طبعا هذه اقدم مدينه كرك وفيها قلعه الكرك ايضا وفيها المسجد العمري. المسجد العمري طبعا يعتبر من اقدم المساجد في الكرك. ويوجد ايضا المسجد الحميدي احنا ما حكينا عنه هو موجود فوق يعني شويه. والان بناخذ هذا الطريق يا يوسف علشان شوي طريق مزدحمه لكنها جميله جدا. هذا هو المسجد العمري. This is عمري موسك عمري's mosque in Karak. اوكي هذا هو ما شاء الله.
أقدم المساجد في محافظة الكرك الأبية، وهذا سوق الكرك القديم، وهذا يوسف enjoying in Karak, right? Yeah, enjoying okay. so much. هذا يوسف مبسوط جدا ومستمتع برحلته في محافظة الكرك الرائعة الجميلة. ومعنا أيضا نضال الشرايدي، يعطيك العافية نضال. كل الحب والاحترام والتقدير لكم. الله يسعدك يا نضال، الله فيك.